شادي مسخوطة. فاش تزوجي شحال بغيتي يكونوا عندك الوليدات؟ مبروك رمضان باش ما كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه بحشكم بزاف. ما كنديرش لي فيديو بزاف لحقاش ما كنبغيش نطلع لكم في الراس. دوك اليوم قررنا نطيبوا واحد الحاجه اخرى. البارح درت سونداج في انستغرام ديالي قلت لكم شنو بغيتونا نطيبوا في لا بروشين فيديو، واش سوشي اولا تشيزكيك. تشيزكيك غلبات السوشي. اليوم غادي نبداو بالتشيزكيك وغدا ان شاء الله ندير السوشي ونبوستيه حتى هو هاد السيمانه. نديروا حنا كاع دو فيديو هاد لا سيمين صافي باش طاليكم شي في الراس. واجدين واجدين حنا غنبداو. اش غنبداو؟ قلتي لهم شنديرو؟ تشيزكيك ولكن الامريكان ماشي داكشي ديال الضحك. ايوا سلام. اليوم عاوتاني رجعت باش ندير لكم شي هوا جديده اللي هي تشيزكيك. كوتر عاوتاني ما عرف حتى شي حاجه من داكشي كتعرف تاكل. مبروك رمضان باش ما تمنيتو ان شاء الله وما تنساوش هذا الشهر ديال الدواء والصلاه. كمل اللي يقدر يكمل الحزب 60 حزب بعدا ان شاء الله باغي نكملو. دونك غادي نحتاجو 120 غرام ديال البسكوي، 120 غرام، 400 غرام ديال فروماج اطاختيني هذاك اللي كندهنوه، 60 غرام ديال الزبده دايبه ديجا ذوبناها، 120 غرام ديال السكر، جوج بيضات، جوج معلقات ديال المايزينا، وخاصنا ربع حامضه ولا نص حامضه ولا كريم فريش. اول حاجه نبداو بها هي لو بيسكوي. هذا خاصنا نطحنوه باش نزيدو عليه داك الزبده حاجه نحتاجوه هو التحتاني ديال التشيزكيك. اول حاجه هي غادي نطحنوا لو بيسكوي. سالي كدولا بودي بدولا بيدي بيد بادي بي بوم. يا عطيني نكم. يا هاي سخون دابا انت تصوبيه كله دابا بوحدك. ها يلا سيداتي سادتي سادتي كيف كيقول بابا، انا اليوم اللي غادي ندير تشيزكيك. كنت غير كنضحك معكم ملي قلت لكم امينه اللي غتكلف، ولكن انا اللي غنتكلف اليوم وانا اللي غنطيب. مشينا واش كنضحك يا امينه. دابا شويه غادي ناخذ واحد الاسئله اللي نتوما غطرحوهم لينا في انستغرام وغنجاوبوا عليهم هنا شويه باش ما تبلوش وما نملوش. ها هي كوثر دابا خلطت الزبده والبسكويت حتى كتولي قاصه، كتولي باش فاش نديروها في لو فور وداكشي غادي تقبض راسها. دونك ها هو لو مول حنا درنا هذا اللي كيتحيد باش تجينا زعما سهله، باننا هذا اللي كيتحل من هنا باش تجينا سهله نحلوها فاش نساليو. دونك هذا غادي نديروا ليه بابلي كويسون. دونك ها حنا درنا البابي على هذا، وعاد دابا كوثر دير الفوق منه البيسكويت. سميت هذا البابي كويسون غير طياب. ها هو داير بحال هكا، درت فيه شويه الماء قبل ما تحطو باش يجدلها مزيان لحقاش كيزلق ليها. انا هادي درتها من راسي، اللي بغا يديرو ما تكتروش من بعد نسالو او نقطعو. حنا دابا غادي نحطو البيسكويت في هاد المول. يلا ها هو كيفاش كيبان. دونك دابا كيف ما شفتو كوثر دارت البيسكوينه. كوثر زعما ديروا لها خاطره مسكينه. دونك مالك انتي صايبتي. دابا غادي ندوزو اللي غادي نديرو الفوق تشيز. 400 غرام ديال الفرماج. سيداتي سادتي تنقدمو لكم شتي هذا؟ واه ساتيسفاكشن خرجت كامله ما خلات والو. هذا ديري لها المطاكش عيانه. اي النص شنا واش انا مع من كنهضر؟ سمعتوني قلت النص والله ما سمعتك. ديري غير المطاكش. هذا ديري غير المطاكش. ديري غير المطاكش. هادي بغات تسكت ليا في قلبو صافي بعد فوالا. خاصو يولي يوعي السلام تكوني فهمتي. يلا دابا غنزيد لك شويه السكر. 120 غرام دابا زدنا ديال السكر وريم ما يبقاش فهمتي تبقاي تخلطي حتى ما يبقاش السكر. زيدي يلا هو سربي عيد ضربني يدي. يا قلتي لهم انا اللي غنصيب ضربني يدي سكتي يا نربي البيسبس. شوفوا كيولا خاص فريمون داك السكر ما يبقاش يبان فيه. شي كيولا غنزيدو لا كريم فريش 200 غرام ديال لا كريم فريش. خلعتي عوننا عليك بكري. حنا ما كنضيعوش الماكل حتى من هادشي غادي نحيد. هادي راه هي احسن باختي. دابا غادي نطربو ياك وغندير شي اغنيه باش ما يصدعكمش الصوت باش ما تبرصطوش. انا كنفكر فيكم. It's wrong, I can't make right.
بغيتو تزيدو حتى ياوخت عادي دانون سوق ياوخت ماشي دانون ياوخت دانون الماركه الله يتبصح عمرنا حنا ما كنديوها في هادشي دونك شنو هو ياوخت بالعربية يوغورت كتابة والله باين مكتوبة فيه تراكي ديري غير شويه معيقاتي حنا معيقاتي ولا بارتي فين كتلصق في الراس مع في المسلسل صافي صافي هذا الفاني درنا معلقه ونص في المسلسل ملي كتبدا الاغنيه ديال السلامات في الاول راه كتكون شويه وفوقاش كيجهدوها في لابارتي ديال وبويا شحال المحت ما محتاجه ما غلقتي انت متداش في هادشي وبويا شحال محتاجه ليك ياك اغنيه واعره ولا مسلسل واعر ايوا سيدي عصرنا هنايا الحامضه ما تبقاتش خرجت منها 10 ديال العظومه ولكن ماشي مشكل فيها خير تخيلي معايا كون زعما طاحت لينا شي دبانه في هاد لاكريم فريش ومي جيت نهز العظم ديال الحامضه هزيت الدبانه شي راه فيها انتي حوله والله الا بحال هكا كنفكر اي حاجه فيها خيريه شي نهار غادي نديرو طارتو سيترون ايوا صافي ولينا هنا طيابه كتبوا لينا بعدا في الكومونتير غتقولوا لينا شنو الحاجه اللي بغيتي نشوفوها بعدا جربوا هاد الشيء بعدا وقولوا لنا كيفاش جاكم اللي جرب يصيفط ليا ولا يصيفط الكوثر ونشوفوا طاقيونا طاقيونا في انستغرام نعاود نكتب لكم انستغرام ديالنا هبطي راسك باش نكتبوا الفوق ها بس حاجه ما غتبان لنا غنديروا جوج بويضات بويا وشحال واش تفلاي واش انا دابا غندير ولا راه كتلصق في الراس راه اغنيه واعره ونحط الراس عليك والله كل ما كانت الكاميرا اش غيوقع اش غيوقع كاع اش غيوقع كاع صافي صافي يلا خلطني شتي هادي مسخوطة مشتي ضربنا الضونة عاد ترتاحي واش كتشوفي فيها وغادي لك حيت هو كتلصق لها الاغنيه في راسي كتقول لي في الكومونتير باش ما نحسش براسي بوحدي مالك هاي يا كلتي لصقات لك في راسك الله يرحمك جوج معلقات ديال المايزينا علاش ها انا نمشي لامريكان نسولهم علاش نرجع يلا دابا عاوتاني خلطي هذه اخر حاجه غادي نزيدوها لهذا وبويا وشحال محتاج كريم تشيز وعندنا البسكوي دونك صافي سالينا غادي تبقى شويه مزروبه وبويا وش الريحه بدا زوينه وكوصل سكتي شويه هاك زيد 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 امينه دابا كتقطع في داك الشياطه ديال الكوبي كيس وبويا شحال محتاج ونحط امينه السلام عليكم كلشي بخير لاباس كي دايرين مع رمضان وكي دايرين مع التراويح بان لك هادشي مزيان ايوا نطلب على ربي يكون مزيان خذوا الراي ديال الجيري بعدا لا داك الجيري ما بقيناش نثقوا فيه كاع الناس مساكن قالوا لي 10 على 10 الا هو قال لك 6 ولا ما عرف دابا حنا درنا في لو مول غادي نخليوه ساعه في 180 درجه د الحراره في الفران ومن بعد غادي نطلع عليه عاوتاني نقصو 150 درجه سمعتي واش تحت الصفر ديال الحراره د الحراره ساعتين غادي يبقى في الفران هادشي اللي خايف فيه هو بانه كيتعطل ولكن زوين في الاخر ومن بعد فاش كنخرجو من الفران خاصو يبقى 4 ولا 5 ساعات في الثلاجه اي 4 ولا 5 ساعات غنديرو فرومبواز دونك هذاك بحال كنديرو ان سيرو ولا يجي فوق منها غادي ناخذ الفرومبواز غادي نديرو معاه كاس ديال الماء ولا نص كاس والسكر شي 4 المعالق دونك دابا ندخلو للفران ومي غادي نساليو تشيزكيك غادي نديرو واحد لا فيديو زوينه بزاف غادي نحطها في انستغرام ملي تفرجوا في هاد لا فيديو تساليو سيروني على الانستغرام وتفرجوا فيها وقولوا لي كي جاتكم شكون اللي تقدر تمشي شي نهار للحبس نسيت باش نقول لهم بان خاصنا ناخذوا هادي بحال هكا لاطا غادي نعمروها بالماء سخون شي ثلاثه د الكيسان نديرو ليها داك لو مول غادي نغلفوه بالالومنيوم وعاد نحطوها هنا وندخلوها للفران صافي ها هي فيها الماء سخون باي باي حتى من بعد ساعه ها هي دابا تحمرات وتنفخات شتي كيفاش ولات بحال ان فلون ودابا غادي نرجعوها عاوتاني لساعه اخرى غادي نديرو 150 درجه
على ما يتقاد تشيزكيك غادي نجاوبوا على واحد الاسئله اللي قلنا لكم سولونا في الانستغرام. اول سؤال، كي درتي كبرتي الخلفه بجبات؟ كي درتي؟ انا تولدت بحال هكا، درتي لها شي حاجه؟ ما يمكنش سيب هكا، عمرني ما قصتها، ما كانتش كتعجبني في الاول ولكن ولات كتعجبني. واش غتخرجي نهار 20 ماي الى سرى الكونفينمون؟ لا ما غنخرجوش، حنا غنخرجوا حتى نسمعوا بان الفيروس ما بقاش. شكون الحادقه فيكم اكثر؟ كله الحداقه ديالي. قولوا الصراحه ما تكذبوش، اش من 2000 ملي جاتك حتى شي حداقه؟ انا يلاه شوف كلشي شاف دات تشيزكيك بشويه، كلشي مازال ما شافوش هي واحد. لاحظت بان سولتونا بزاف ديال الاسئله في انستغرام اللي جاوبنا عليهم في اخر فيديو، كتمشيو لاشين ديالي وغتشوفوا اخر فيديو اللي غيكون قبل من هذا في الانيفرسير ديال ماما، وفي الاخر جاوبنا على بزاف الاسئله انا واختي. كنا غير كنضحكوا معكم ملي قلنا على امين راه عندها 16 عام، لحقاش شفت بان الناس تيقوا. الناس تيقوا، هنا ما عندهاش 16 عام، امينه واقيلا عندها 27 ولا 28 ولا 30. قولي في ديسمبر 92 اكبر زبله درتيها انتي واكبر زبله درتها اختك في لافاس تاعكم. انا مسكينه كنت طراكيل، كوثر كانت كدير الزبايل. وحتى هاد الزبايل كنا درنا واحد الفيديو عليهم، الا بغيتو تمشيو تشوفوها هي لا فيديو اللي كنحسنوا بابا. واش كدابزو كل نهار؟ كل ساعه؟ كل دقيقه؟ كل ثانيه؟ ما انتما هي جبداتني حتى لا زرقت لا شي عين، ما تقيسينيش. ما قصكش سكتي سكتي ما سمعش، ما قصكش ما تقيسينيش. علاش اختك مازال ما تزوجاش؟ بقات انا شارفه مسكينه ما قبل اي حد. تقواعد عندو 40 عام 50 عام 60 عام ما جوج، شنو فيها؟ عرفتي الناس اي سون تري ليميتي في عقلهم. كبرتي خاصك تتزوج، ما يفكرش ما خاص تقرا تخدم خاص لا كبرتي درك الجام نتوما شويه لاباس. شنو الجام؟ فقصوني شنو الجام هكا اي ليميتي ولك حياتك. لو بوت هو الزواج؟ لا لا. شكون هو الشخص اللي كتعتبريه قدوه ليك؟ اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبه لينا كامله استاذه. شكون نتوما بعدا؟ كوثر كوثر عرفتي ضحكت لحقاش ملي قلتي حسيت بحال عندي انفصام الشخصيه. كوثر 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 علاش كتعطلي باش تحطي لينا فيديو؟ ما كنبغيش نطلع لكم فراس وديما كنقولها لكم، كنبغيكم توحشوني وصافي. فوزيتي بروش دوبي توجور او لا حتى شي جو؟ حتى تشهرات اختي انا عاد عرفتها. نجاوبكم على واحد السؤال كيجيني في لي ميساج في انستغرام، علاش عمرك ما كتقولي بانك راه ديجا مثلتي؟ ما عرفتش انا قبل ما تعرف 2013 درت واحد الفيلم ولكن ما كنتش فيه انا البطوله، كنت بنت هذوك اللي كانوا في البطوله، ولكن خرجت حتى 2015 دوزو في ميغاراما. من بعد واحد المسلسل درته في 2015 هو ما كنتش فيه دور البطوله، وواحد المسلسل عاوتاني في 2017 ياك تبارك الله عليك. صافي هادشي مثلتي. ثلاثة د الحوايج، فيلم وجوج مسلسلات. فاش تزوجي شحال بغيتي يكونوا عندك الوليدات؟ شي جوج دو ثلاثة دو واحد بحال هكا حتى انا ما كرهتش بزاف. هاد مسكينة اكس مول غتهز بزاف مسكينة. وحق الله واخ. نزيدو شوية ديال الأسئلة نجاوبو عليهم ونمشيو ندوقو الكاطو. إلا عندكم انتي واختك توأم ولد وبنت شنو غتسميوهم؟ كامل. لا دابا تسمية دير كامل غيان جاد، المغرب كامل مسمي ولادو بحال هكا. سي اوغيب، انا ما نبغيش انا ولدي تقولي ليه جاد يديرو ستين ستين يديرو ليه كاع. قولي ليه بحال رايان وليتي كتلقاها باخت وفاش خرجات كلشي ولا كيسمي رايان. تخيلي معايا ولدك يكون سميتو غنسميه ليت انايا. لا غنضربك. تخيلي معايا يكون ولدك تقولي ليه. احسن سمية بالنسبة لي لحد الان ديال الدراري ليك، كتعني الاسد الشجاع، ولا محمد. محمد كتعجبني بزاف. البنات كتعجبني سيرين، كتعجبني ايزا، كتعجبني لي برينوم بيرب. واحد لو برينوم قديم ولكن ما معروفش سميتو لويزا، والله بصح زوينه السميه ما بقاش كتسمى كاع. حنا غنسيرو لي كيسيون هنايا، غدوز واحد ساعتين عاد غادي نجبدو تشيز كيك باش ندوقوها ونقول لكم كيفاش جات. لا كاميرا طفى دابا دونك غنحطها تشارجا ان اتوندو. بالنسبه لاصوص اللي قلنا لكم ديال الفرومبواز، ها هي حنا خرجنا تشيز كيك دو مورسونا. شوفوا داكشي بارفي. بابا كتاكل ما كتقول والو. لا مزيان مزيان. اسمع بعدي ملي عضيت شنافتي. يلا ماما
كومونتي بجد باش الناس يسمعوكم. هادي قالت لك كوثر هي اللي صوبتها. عطاكم صحه زوينه حلفي اري هادي قربي لي هاديك يلا اش ندير لك ما عجباتكش لوغيا كل ما بردات كل ما جات حسن انتما شتيو لتحت بيرفكت بابا كنجيبو كاع ديغوستاسيون ماشي باش تاكل هادشي كامل. غادي نمشيو نديرو لا فيديو اللي غنبارطاجيوها في انستغرام ولا بد خصكم تشوفوها غادي نبارطاجيها قد قد مع هاد لا فيديو. ثانك يو جايز فور واتشينغ. وماما تفضلي قولي شكرا للناس سكتي 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 انا مسؤول عليك انا تنشكركم على لي كومونتير ديال الانفيرسير على ديال مدام شكرا شكرا بزاف بزاف. وانا تنقول لهم راضي عليكم الله يسهل عليكم باش ما تميتوا ان شاء الله وقل خيرا او اصبر بابا ديرها ويلا بيو